بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور مصطفى عبد المنعم، أستاذ في كلية قسم العلم الأجنبي والتشريح، إن شاء الله معاكم في كورس الـ Development of Cardiovascular System Embryology، والكورس مكون من 3 محاضرات. إن شاء الله نبدأهم من المحاضرة الأولى. دي بنات تواصل معايا، أهلا ومرحبا بمحاضراتكم. دي الاي ال اوز بتاع المحاضره، يعني يا ريت تقروها بهدوء عشان تتذكروها، واحنا قلبناها لصوره كونتنت، والكونتنت دي الحقيقه كل نقطه فيها هي موضع سؤال. يعني ببساطه ممكن جدا بدل كلمه كونتنت نحط ديسكرايب، ويبقى كل واحد منهم موضع سؤال، واغلب النقاط دي مرتبطه يعني باعتبارها نقاط تعتبر ديفلوبمنت اوف كارديوفاسكولار سيستم من بدايته، فكل جزء منها مرتبط ب congenital anomaly، فممكن هيجي نفس السؤال ده، ويعني development of sinus venosus and its related congenital anomaly، development of atria and its او interatrial septum and its related congenital anomaly، interventricular septum and its related congenital anomaly. زي ما هناخد دلوقتي، مش ايه المفترض اننا لسه بنتعرف على الموضوع، انما يعني هنا بطمنكم من حيث الموضوع ستريت فورورد، وفي نفس الوقت كل نقطة فيه لها قيمتها. الجميل في موضوع الـ development of cardiovascular system ان حضراتكم على مدار الفترة دي بتدرسوا الـ different system development، يعني respiratory، GIT، urinary، urogenital، nervous system، كل الكلام ده ديفلوبمنت بتاعه مهم جدا، وكلهم فيهم كونجينيتال انوماليز، ولكن في حياتكم العمليه اكتر سيستم هتشوف فيه كونجينيتال انوماليز مهما كان تخصصك هو الكارديوفاسكولار سيستم. حالاته كتيره جدا، هو الموست كومن سيستم وذ كونجينيتال انوماليز، وهو اكتر سيستم هتشوف فيه حالات طول عمرك، سواء هتشتغل اطفال او حتى في بعض حالات تظل مع الانسان طول عمره، وهتشوفها مهما كان تخصصك، بطنه، جراحه، الى اخره. هندي مقدمة في سلايد واحدة نذكركم بقصة الـ development of cardiovascular system، يعني الخلايا اللي هتبدأ تكون الـ cardiovascular system جات لنا منين أساسا، وبدأت الـ development بتاعها فين. لو أنا تخيلت إنه أذكركم في خلال الأسبوع التالت لما كان بيتحول الـ pilumnar بلين الـ epiplast والـ hypoplast، كان بيتحول إلى 3 layers، اكتو وميزو اندو، كان الايبي بلاست قاعد يبعت ثرو بريمتيف ستريك خلايا، وتروح في الانترامبريونيك سيلوم، في الانترامبريونيك ميزوديرم، وكان كل واحده تروح مكان وتعمل ديفرنشيشن. وكان عندي كون في الانترامبريونيك ميزوديرم حاجه اسمها انترامبريونيك سيلوم، وده عامل يو شيب، واليو شيب ده الايبك او قمته اللي هي جنب السبتم ترانسفيرسوم، دي اللي متوقعين انها هتدي يوما ما ان شاء الله البريكارديوم. والمنطقه دي هتتجمع بقى فيها خلايا جايه من الايبي بلاست، تمر في البريمتيف ستريك وتروح تعمل لي برضه يو شيب تاني تحته، هي دي اللي هتعمل لي كارديوفاسكولار سيستم. الجزء اللي في النص اللي هو تحت المنطقه اللي متوقع يطلع منها البريكارديوم بنسميها كارديوجينيك اريا، وبقيه الاجزاء على الجنبين بنسميها الفاسكولوجينيك اريا، ودي هتكمل بلاد فيزلز ان ريليشن تو ذا هارت. يبقى ده بس مقدمه عن احنا هنشتغل في اي منطقه، فاحنا هنشتغل في المنطقه دي اللي هيظهر فيها الهارت. طب ازاي الهارت شو يظهر من شويه خلايا كده؟ هنشوف دلوقتي. الهارت بيبدا يتكون من 5 initial stages، 5 initial stages. ازاي؟ ادي اهو بداية شوية الخلايا اللي احنا شفناها بتتجمع بداية في 2 heart tubes، 2 single heart tubes. الكلام ده امتى؟ الكلام ده في نهاية الأسبوع الثالث، اليوم العشرين مثلا، وهتبدأ بقى الأسبوع الرابع زي ما هنشوف. 2 heart single heart tubes، تاني خطوة لهم إن هما يجمعوا مع بعض او فيوز with each other ويعملوا لي single fused heart tube او single heart tube. بداية من single heart tube اللي بتحصل في اليوم الواحد وعشرين، يعني ده بدأنا
جمعت الخلايا في اليوم ال 20 21 بقى عندي سنجل هارت تيوب، مفيش وقت. ومفيش وقت ليه؟ طبعا لان الجسم محتاج، كان واخد من اليوج جرانيولز لما كنا في الزايجوت، وكان واخد من سيمبل ديفيوجن من الفلويدز اللي حواليه طول ما هو في اليوتراين تيوب، وفي قبل الامبلانتيشن. بعد الامبلانتيشن بدأنا بسرعة بنحتاج في ديفلوبمنت سريع، ومحتاج ان ينشأ سيركيوليشن عشان تقدر تقوم بوظائف السيركيولاتوري سيستم، وتقدر تتابع الفيري رابيد ديفلوبمنت بتاع البودي. فهنا ادي الايه، ادي الـ ادي الواحد يوم العشرين، ثم اليوم الواحد وعشرين بيبقى عندي سنجل هارت تيوب. احنا اليوم الواحد وعشرين يعني ممكن الام تكون ما تعرفش انها حامل اصلا، انما يكون الجنين بقى فيه هارت، ومش كده وبس، يعني الهارت ده بيبدا يعمل بيتنج. يعني في اليوم الواحد وعشرين ده مجرد سنجل هارت تيوب، اصبح عندي هنا طرفين، ده بيعتبر فينس سايد وده بيعتبر ارتيريال سايد، والدم بيبدا فروم فينس سايد يمر في السنجل هارت تيوب ويخرج من الارتيريال سايد. وفي نفس الوقت ده مرور، ده يعني ان في سام سورت اوف هارت بيتنج عشان يدفع الدم ويزقه من الفينس للارتيريال. نمره اتنين، انه الهارت ده مثبت نفسه لانه مش واقف في الهواء كده، مثبت نفسه من تحت بعد الفولدنج. انا في الاسبوع الرابع دلوقتي، مثبت نفسه من تحت بعد الفولدنج في السيبتم ترانسفيرسوم، ومثبت نفسه من ورا في الباك اوف ذا بودي، في الدورزال اوف ذا بودي، بحاجه اسمها دورزال ميزوكارديا، زي كده الدورزال ميزنتري لما خدته في الجي اي تي لو. فهنا مثبت نفسه في الناحيتين وبدا يمر الدم وبدا يبقى فيه هارت بيت. الخطوة الثالثة، انه الجزء السنجل هارت تيوب دي هتبدأ تحصل فيها كونستريكشنز دايليشنز، وتديني 5 شامبرز، ونسمي المرحلة دي 5 سيجمنتس اوف ذا هارت، او 5 سيجمنت هارت تيوب، او 5 شامبر هارت تيوب. ليه؟ لان فروم فينس تو ارتيريال اصبح عندي 5 شامبرز اسمهم ساينس فينوزوس، primitive atrium, primitive ventricle, bulbous cordis, truncus arteriosus. دورنا في الفترة دي ان هندرس طبعا كل حاجة من دي هتديني ايه في الهارت. ملاحظين الخط الاخضر ده بيمثل البريكارديوم، البريكارديال كاف دي سيروس بريكارديوم، وهو الهارت في المرحلة دي بيبقى كأنه posterior low، والسيروس بريكارديوم بعد الفولدنج بيبقى انتيرور، وبيدخل فيه زي ما يكون مثلا برتقانه مدخلها في ايه، في بالونه منفوخه شويه خفيف كده، فبحيث بتقدر تغوص جوه البالونه دي. ده الشبه قريب باللي بيحصل، ان الهارت تيوب بتغوص جوه الكافيتي بتاع الايه، البريكارديال كافيتي دي، بس للتخيل يعني. طيب واحنا معانا متذكرين ان معانا الدورزال ميزوكاستريم، يعني هي هتدخل فيه من قدام، يعني هي واقفة وراء الكافيتي وتدخل فيه عشان يحيط بيها، وفي نفس الوقت تذكروا ان هي كانت من وراء مرتبطة بالدورزال سيرفيس، او عن طريق حاجة اسمها الدورزال ميزوكاردي. طيب الكلام ده بسيط ويعني هنفهمه اكتر كل شوية. مع زيادة النمو دي مثبتة من تحت وده مثبت من وراء، وهو بيزيد في الحجم فبينتني. هيبتني ازاي؟ هيبقى يتحول الى المرحلة الرابعة اللي هي اليو شيب. اليو شيب، طب اليو شيب ده بينتني تو ذا ليفت، زي ما يعني الاتجاه ده هو فروم ذا رايت تو ذا ليفت، وهو بينتني جوه السيروس بريكارديوم. طيب مش انا كان عندي هنا دورزال ميزوكارديوم ربطه بالبوستيرير ابدومينال؟ تمام. ففي الحالة دي لما الانتناء ده يبقى يكمل، طب دورزال ميزوكارديوم ده هيمسك اف ايه؟ ما ينفعش، فبيختفي، فبيفضل يعني يختفي بالابوبتوزس. احنا عندنا في الانترامبريك لايف لما استراكشر يظهر ثم يختفي، عموم الاختفاء بالبروسيس اوف ابوبتوزس. طيب يختفي هيسيب مكانه باسج، الباسج موجود بين الارتيريال سايد قدام اوف ذا هارت والفينس سايد اللي ورا زي ما هنشوف، ف
وده الباسج اللي حضراتكم في الاناتومي هتسموه ترانسفير ساينس اوف بريكارديوم. ترانسفير ساينس اوف بريكارديوم كانوا يقولوا لكم هتفهموها في الامبريولوجي، ادينا فهمناها في الامبريولوجي. With the bend of the single heart tube or five chambered heart tube into U-shaped heart tube, the dorsal mesocardium will disappear inside the pericardial cavity, leaving a passage called transverse sinus. بعد كده مع more growth هيحصل انه بدل ما كان عندي U-shape هيتحول الى S-shape، يعني يبقى ثلاثة segments from left to right. Sinus venosus و primitive atrium to the left، وبعدين horizontal limb في صورة ال primitive ventricle، ثم right limb في صورة ال bulbous cords and truncus arteries. هي left limb sinus venosus primitive atrium، horizontal limb primitive ventricle، limb to the right bulbous cords and truncus arterioses. يبقى two single heart tubes, single heart tube, five chambered heart tube, U-shaped heart tube, S-shaped heart tube. دول ال five initial stages of the development of the heart. وأحيانا بيجي سؤال، وأحيانا بيجي سؤال ولأنه مرتبط كمان مش مجرد كده، هو حتى المرحلة البسيطة دي مرتبطة congenital anomalies. يعني حضرتك مثلا ممكن تبقى قاعد في الاستقبال أو تقعد في استقبال قسم الأطفال. During your shift in neonatal department, you received two critical neonates. The first with his heart sound was heard on the right side rather than the left. The second, the heart was exposed on the surface. فسر لنا الحالتين دول وتتعامل معاهم ازاي. الحالة الاولانية جيت تسمع صوت الهارت ساوند، لقيت الايبكس على الرايت مش على الليفت الطفل ده. والحالة الثانية لقيت الهارت جاي لك exposed on the surface، مفيش sternum، مفيش anterior chest wall. طيب هو في الحالة دي طبعا انت يعني لاحظ الفرق، ان الطفل بتاع الهارت اللي سمعت على الساوند شوف نايم وبطيء وجميل ومفيش اي مشاكل عنده، لازم تنتبه لكده. لو في مشكلة تانية مش متعلقة بهذا الامر، ممكن جاي لك باي سبب اخر. الحالة دي اللي بنسميها لما سمعت الهارت ساوند على الرايت سايد هي عبارة عن حالة بنسميها ديكستروكارديا. ديكستروكارديا ببساطة احنا لسه من دقيقة قايلين ان الهارت تيوب لما بتيجي تلف عشان تعمل يو شيب بتلف تو ذا ليفت. طب افرض لفت تو ذا رايت، اللفة بتاعتها تو ذا رايت هينتج عنها ان الايبكس هتكون تو ذا رايت انستيد اوف تو ذا ليفت. وكل الاستراكشرز اللي مرتبطة بالهارت ميرور ايمج، يعني هيظل كل شيء على وضعه، كل الوظائف كما هي، مجرد اختلاف البوزيشن بنسميها ديكستروكارديا. طيب هل دي مؤذيه؟ لا، ممكن يعيش عادي وما غالبا ما فيش اي مشاكل الا حاجات اسوشيتد بقى. طيب فانت شود ريبورت اند فولو اب. طيب هل لوحدها؟ في تو تايبس، ممكن تبقى لوحدها ما فيش حاجه غيرها، تدلف في البودي كله ما عندكش مشاكل، او تبص تلاقي الجسم كله مقلوب يمين شمال، يعني هتلاقي الليفر تو ذا ليفت، الاستومك تو ذا رايت، السبلين تو ذا رايت، وهكذا. فانت في الحاله دي يو شود سيرش فور وات وي كول سايتس انفيرسس توتاليس، ان كل الجسم الاكس بتاع الرايت ليفت اكس كله اختل، وده له تفسير بس انما يكفي حاليا احنا بنعرف انه ده شيء موجود. يبقى اذا الديكستروكارديا may be isolated or may be part of situs inversus totalis. كل الابدومينال اورجانس مقلوبه يمين شمال. طب الحاله الثانيه جت ازاي؟ الحاله الثانيه الحقيقه عموما القلب كديفلوبمنت از فولي ديفلوبد، يعني مكتمل النمو والفور شيمبرز بتوعه متكونين والاسوشيتد فيزلز ماسكين فيه كويس كل حاجه. المشكله مش في الهارت اساسا، المشكله في الانتيرو شيست وول، ان الانتيرو شيست وول في المنطقه دي didn't get completed. يعني حاجه تفكرنا بالاكتوبيا فيزايكا،
اللي هي كانت في الديفلوبمنت اوف يورين سيستم لو انتوا خدتوها، ان الجزء بتاع الميزوديرم اللي بيلوه الامبليكس ما جاش ما بين ما دخلش بين الاكتوديرم والاندوديرم، فالتلزق الاندو والاكتو، اي منطقه بيتلزق الاكتو والاندو لازم بيفرقع، زي ما انتم عارفين الباكو فرانجيال ميمبرين والكلواكال ميمبرين بيلتحم الاكتو والاندو ما فيش منهم ميزو فيها في فرقعه. ده اللي حصل هنا، ان الميزوديرم ما دخلش في المنطقه بتاعه الانتروجيست وول وكان مسؤول عن انه يكون يتواجد في المنطقه دي، supposed to be developed to sternum and its related costal cartilages and so on. كل الكلام ده مش هيتكون وهيلزق الاكتو والاندو مع بعض وهي ايه will be ruptured and so the heart will be exposed. يبقى ده حالتين مجرد بس from related to the five initial stages of heart development. لما هنيجي ندرس الهارت ديفلوبمنت هنبدا بقى ب فروم ساينس فينوزس اللي هي بدايه الفينوس سايد، وننطلق نكمل ايه نشوف كل حاجه من دي هتدينا ايه وتشارك في يعني ايه الجزء اللي هتشارك بيه في الهارت، ثم بعد كده هنشوف ايه علاقتها بالكونجنتال انوماليز زي ما هنشوف ان شاء الله. نبدا بالساينس فينوزس، والساينس فينوزس اظن من اسمها ساينس يعني جيب، فينوسس وريدي يعني الجيب الوريدي، لان هي دي الفينوس سايد اللي هتستقبل الفينوس ريتيرن من البودي زي ما هنشوف دلوقتي يعني مع تفصيل زي هنقول. الحياه اللي هي مكونه من ايه؟ مكونه من بودي صغير وتو هورنز كبار. البودي ده لو اوبننج مكمله مع الاتريا اسمها ساينو اتريال اوبننج، ولها تو هورن رايت هورن وليفت هورن. الجميل في التو هورنز دول ان كل واحد مرتبط بثري لارج فينز، واحد بنسميه كاردينال فين ثم امبيليكال فين ثم فيتيلاين فين. يبقى عندي رايت وليفت كومن كاردينال فينز، رايت وليفت امبيليكال فينز، رايت وليفت فيتيلاين فينز. طيب الديفلوبمنت بتاعهم ازاي؟ نمسك واحد واحد يعني هيحصل فيهم ايه. الكومن كاردينال فينز الرايت الرايت كومن كاردينال فين اند ليفت كومن كاردينال فين، كل واحد منهم هيتقسم الى انتيرير وبوستيرير، يعني هيبقى عندي ايه رايت انتيرير كاردينال فين، ليفت رايت بوستيرير كاردينال فين، ليفت انتيرير كاردينال فين، ليفت بوستيرير كاردينال فين. نمره 2 انه هيحصل كوميونيكيشن between the left anterior cardinal vein and right anterior cardinal vein through oblique anastomosis. نمرة 3 الoblique anastomosis ده الجزء اللي بينه يعني between the oblique anastomosis on the left side and the left horn of sinus venosus will disappear. طيب المنظر ده زي ما انت شايفين كده، المنظر ده يفكركم بحاجة في الثوركس شفتوها في الثوركس في الشيست، يفكرنا بتكوين الرايت بريكوسيفاليك والليفت بريكوسيفاليك يتحدوا مع بعض يعملوني سوبيروفينا كاب. يبقى بنسمي الجزء ده اللي هو الانستوموتيك شانل، وده سوبر انستوموتيك سيجمنت، وده انفر انستوموتيك سيجمنت اوف رايت انتيرور كاردينال فين. فنقول ايه؟ فنقول الانستوموتيك شانل دي هتبقى ليفت بريكوسيفاليك، والسوبر انستوموتيك شانل هتبقى رايت بريكوسيفاليك، والانفرا استوماتيك شانل هتبقى سوبيرور فينا كاب. طيب تمام. طب يعني بالمره بقى ده يبقى ايه ده؟ الانفرا الليفت انفيرور كاردينال فين، اسف الرايت انفيرور كاردينال فين، الرايت انفيرور كاردينال فين هو هيبقى الازيجاس اللي بيدخل في السوبيرور فينا كاب قبل ما يدخل في الرايت اتريوم. يعني يبقى انا سبقت دلوقتي عرفت ان الرايت هورن اوف ساينس فينوزس هيبقى لها علاقه بالرايت اتريوم، او جزء هتدخل في تكوين جزء من الرايت اتريوم. طيب طب يفضل لي واحد سيجمنت ما اتكلمناش عنه، ها، او جزء ما اتكلمناش عنه، الليفت كومن كاردينال فين كله يختفي. يعني احنا هنستعمل بقى الجزء ده بس اللي هو السوبر انستوماتيك بتاع الليفت، وما تبقى انفرا انستوماتيك اوف ذا ليفت والليفت انفيرور كاردينال
والكومن كاردينال كل ده هيختفي. طيب نمرة اتنين، امال ال two vitelline veins ثم two umbilical veins. نبدأ بال two vitelline veins. two vitelline المنطقة دي كلها، كل المنطقة دي the liver will develop in this. احنا عارفين الليفر بينشأ في السيبتم ترانسفيرسوم، وكل الكبسول والكونكتيف تيشو even some connective tissue cells زي البونكافر and so on اللي طالعة من الميزودير، طالعة من السيبتم ترانسفيرسوم، لأنه الإيه هو بينشأ فيه الليفر. طيب هما هنشوف بقى، يبقى أنا عندي، يبقى أنا أكن نشوء الليفر في منطقة السيبتم ترانسفيرسوم هنا قسم سواء الفيترلاين أو الأمبيليكال فينز انتو ثلاث أقسام بنسموهم بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك سيجمنتس، وسهلين جدا. يعني لو قلت الفيتال لاين الرايت والليفت فيتال لاين في البري هيباتيك او الانفراباتيك، يعني الاثنين دول بطريقه ما حوالين الديودينوم بيعملوا لي البورتال فين ويدوني الرايت والليفت برانشز اوف بورتال فين اللي يدخلوا الليفر. ممتاز. طب inside the liver will break down the right and left vitelline veins will break down to form a shared formation of the liver sinusoids. طب above the liver suprahepatic right هيديني جزء من inferior vena cava والليفت بيختفي، الليفت هيختفي. طيب بالنسبة للامبيليكال احنا عارفين ان في عندي، لو شفت المقطع في الامبليكال كورد بتشوف فيه one vein و two arteries، وده مهم جدا. طب الفين منين؟ هو الفين كان اساسا هو الليفت امبليكال، الليفت امبليكال. طب امال الرايت فين؟ الرايت بيختفي تماما، ولو ظل ده very major congenital anomaly ما ينفعش يستمر خالص، فيبقى سنجل فين حتى ما عادش هينغير اسمه بقى من ليفت امبيليكال فين الى امبيليكال فين بس، خلاص كل الناس بتتكلم امبيليكال فين، يبقى معروف ان هو كان اوريجينالي ده ليفت امبيليكال فين. طيب ده بيصب فين؟ ده هيصب في الليفت برانش بورتال فين زي ما احنا عارفين. طيب وبعدين الجزء الهيباتيك دول برضو زي الفيترلاين بيتقسم بريك داون تو شير ان ذا فورميشن اوف ليفر سينوسايتس. طب بوست هيباتيك بيختفوا الرايت والليفت. فإذا very simple ودي very good points في development of veins، يعني رسمة بسيطة حضراتكم كلكم لازم يعني تستوعبها كويس جدا وتقدروا بعد كده إيه تطلعوا منها كل ال derivatives بتاعة ال main veins related to the sinus venosus. طب sinus venosus نفسها راحت فين؟ أنا كنا قايلين إن هي فيها body صغير و right horn و left horn. الحقيقة يعني يمكن جزء من الشفت of blood وفي جينيتك بريدسبوزيشن ان الرايت هورن دي هتكبر جدا وهتبقى هي بتمثل الجزء الاكبر من الرايت اتريوم. ده الرايت هورن اوف ساينس فينوزس هيعمل البوستيرور سموث بارت اوف ذا رايت اتريوم ويتش از كولد ذا ساينس فينيرم، وهو هيكون المسؤول عن انه يتلقى كل الفينز اللي داخله في الرايت اتريوم، يتلقى السوبيرور فينا كيفا والانفيرور فينا كيفا والكورونري ساينس زي ما هنشوف دلوقتي. طيب امال البودي؟ البودي ده انا لسه قايله هو ده اللي هيبقى الكورونري ساينس، يبقى البودي اوف ذا ساينس فينوزس اذا هتتحول الى الكورونري ساينس اللي بيصب فين؟ في الساينس فينيرم اللي هي كانت اساسا رايت هورن اوف ساينس، يعني رايت هورن اوف ساينس هتبقى اكبر كتير من الايه من الايفن البودي. طيب امال الليفت؟ الليفت ده هيبقى صغير جدا وهيبقى فيري سمول وهيعمل فين صغير كده على البوستيرور سيرفس بتاع الليفت اتريوم وبنسميه بليك فين اوف ليفت اتريوم. طيب نبص على ده الادلت بتاعنا، ده الادلت هارت خالص بقى بعد فولي ديفلوبد. شايفين الادي الازرق الفاتح ده؟ ده كان الرايت هورن اوف ساينس فينوزس، عملني البوستيرور سموث بارت اوف ساينس اوف رايت اتريوم اللي اسمه ساينس فينيرم اللي بيتلقى ذا 3 ميجور فينز اللي بيفتحوا في الرايت اتريوم اللي هم السوبيرور فينا كافا والانفيرور فينا كافا والكورونري ساينس اللي ماشي على البوستيرور
aspect of atrioventricular groove. طب الازرق الغامق ده ايه؟ ده البودي اوف كورونري ساينس اللي هتعمل لي اسف البودي اوف ساينس فينوزس اللي هتعمل لي الكورونري ساينس. طب امال فين الليفت هورن؟ والله الليفت هورن ده حاجه صغيره خالص بتعمل لي اوبليك فين اوف ليفت اتريوم، مش باين على الرسمه ده. طب هل في congenital anomalies مرتبطة بالdevelopment of الفينز دي؟ احنا عندنا لسه من شوية قايلين ان هنا كان عندي الright anterior cardinal vein وleft anterior cardinal vein، وكان بيحصل منهم oblique vein كده عشان والblood يبقى shifted وده جزء يختلف. طيب في احتمالين. الاحتمال الاولاني تخيلوا ان السيجمنت دي ما تمتش، السيجمنت دي ما تمتش، لما كانت بتتم كان كل ده بيختفي، كان كل الايه اهو ده كله بيختفي، وده بيبقى ليفت بريكوسفاليك رايت بريكوسفاليك سوبيرور فينا كافا على الرايت سايد. طب افرضوا ما اختفاش، عفوا افرضوا السيجمنت دي ما اتكونتش، فكان المقابل هيتم ايه؟ هيتم انه السيجمنت دي هتظل، يعني الليفت انتيرور كاردينال فين هيظل والرايت انتيرور كاردينال فين هيظل، مش هيغير بقى اسمه ان يبقى هنا يعني كل ده يبقى سوبر فينا كيف، لا هنشوف هيحصل. فده هيظل ويدخل في برضه كرايت بريك رايت انتيرور كاردينال فين وداخل في الرايت اتريوم، وده هيظل كليفت انتيرور كاردينال فين ويدخل فين؟ هيدخل برضه في الرايت اتريوم. طب ازاي؟ لانه هو هيجي هنا هيقوم ما هو متصل ب الكورونري ساينس، بالكورونري ساينس اللي هي من عن طريق البودي اوف ساينس فينوزس اللي عامل كورونري، هيبقى كورونري ساينس، فهو هيمسك في الليفت اند اوف ذا كورونري ساينس اللي هي هتفتح في الساينس فينيرم اللي هو جزء من الرايت اتريوم. فاذا هيظل عندي اثنين كبار وهنسمي كل واحد منهم في النهايه ان انت سوبيرور فينا كافا، هيتم الاعتراف بكليهما كسوبيرور فينا كافا، هنسمي ده رايت سوبيرور فينا كافا وده ليفت سوبيرور فينا كافا، ويبقى المنظر الجميل ده اصبح عندي رايت سوبيرور فينا كافا اهون هو اللي كان المفروض يبقى لوحده وداخل في السوبيرور فينا، احنا من هنا بنبص من ورا فده الرايت رايت سوبيرور فينا كافا ومفيش عندي اهون بريكس فاليك ولا حاجه، وليفت سوبيرور فينا كافا طب بيلفت ازاي ويروح للرايت اتريوم؟ لانه بينتهي في الليفت اند اوف كورونري ساينس، والكورونري ساينس هي هتصب في الرايت اتريوم. طب الاحتمال تاني ايه المشكله؟ انه بدل ما الانستموزنج سيجمنت دي تبقى دايركتد فروم ليفت تو رايت، لا هتبقى كده فروم رايت تو ليفت، هدي كده فروم رايت تو ليفت، فيحصل عكس. يحصل عكس ازاي؟ يحصل ان البلد شيفتد تو ذا ليفت والجزء ده هو اللي هيختفي والجزء ده يكبر، بس هتظل الرايت اتريوم هي رايت اتريوم في مكانها مش هتختفي، هي اللي تكبر والساينس والجزء الرايت هورن يكبر ويعمل لي ساينس فينيرم، لان دي جينيتيكالي بريديتيرمند، يعني ربنا خالق جينات تقول ده يكون كذا، فمش هيتاثر باختلاف الدم، والكورونري والبودي هيعمل لي الكورونري ساينس الكورونري ساينس من ورا. طيب يبقى ده ليفت انتيرو كاردينال فين هيبقى ايه؟ هيبقى هو الـ هو الليفت سوبيرور فينا كافا، مش هيبقى عندي بقى سوبيرور فينا كافا غيره اهو، هيبقى العكس بقى، الانستموزن جايه فروم رايت تو ليفت هتعتبر هي الرايت بريكوسفاليك، والسوبر انستموتيك بتاع الليفت انتيرور كاردينال هتبقى ليفت بريكوسفاليك، واللي اتحدوا مع بعض يعملوا ليفت سوبيرور فينا كافا. طب ده هيروح فين؟ هينتهي في الليفت اند اوف كورونري ساينس اللي بتفتح فين؟ تفتح في الليفت اتريوم. يبقى لو السيجمنت ما اتكونتش يبقى يظل عندي رايت وليفت اند سوبيرور فينا كافا، لو السيجمنت اتكونت اون ذا اوبوزيت دايركشن يعني فروم الاوبليكيتي بتاعها جايه من الليفت تو الرايت تو ذا ليفت هتبقى السيجمنت دي تمثل رايت بريكوسفاليك، والجزء اللي يقابلها على الليفت يمثل ليفت بريكوسفاليك، يتحدوا مع بعض يعملوا ليفت سوبيرور فينا كافا تفتح في الليفت اند اوف كورونري ساينس
اللي بتفتح في الرايت اتري. يبقى لو جالي سؤال صغير كده ديسكرايب ذا ديفلوبمنت او ذا فيت اوف ذا كورونري ساينس اند اتس ريليتد كونجنتال انوميليس، هما ثلاث كلمات. الكورونري ساينس مطلوب مني اقول في الحاله دي ما دام بيتكلم على الكورونري ساينس بس مش ريليتد فيزلز. الكورونري ساينس هقول والله الرايت هورن هتديني ساينس فينيرم او سموث بارت اوف ذا رايت اتريم ريسيفنج اول فينز ان ذا رايت اتريم. البودي عمل لي البودي اوف ذا ساينس فينوس هيعمل لي كورونري ساينس ويتش ذا فينوس شانل اون ذا بوستيرور اسبيكت اوف ذا اتريو فينتريكولار روف ريسيفنج الفينوس درينج اوف ذا هارت، والليفت هورن اوف ساينس فينوسس ويل بي فيري ماتش ريدومنتري تعمل لي الاوبليك فين اوف ليفت اتريم. طيب الكونجنتال انوميليز اللي مرتبطه بالديفلوبمنت اوف كورونري ساينس ممكن بقى ايه تقول التو كونجنتال انوميليز دول لان هم يعني وان كانوا هم ريليتد لها وريليتد للايه التو كاردينال فينز برضه نفس الكلام. لو قال لك كاردينال فينز وديفلوبمنت وريليتد كونجنتال انوميليز هيبقى هتقول كلمتين على كاردينال فين ثم برضه هتقول نفس الكلام ان لو حصل يبقى عندي دبل سوبيرور فينا كيفا او عندي سنجل ليفت سوبيرور فينا كيفا. تحت ممكن تقولهم هنا وتقولهم. طيب ديفلوبمنت اوف اتريو فينتريكولار كانال، احنا المفروض كنا متوقعين ان بعد الساينس فينوزس ادرس البريميتيف اتريوم، وده اللوجيك لان ده السكند شيمبر وراي على طول. انما احنا هندرس الحته دي اللي اسمها اتريو فينتريكولار كانال عشان دي هتفيدني في اني افهم البريميتيف اتريوم ديفلوبمنت بتاعه ازاي لغايه ما يديني انتر اتريال سيبتم وتو رايت اند ليفت اتريوم. الكانال دي هتتقسم بايه؟ ادي الكانال اهي. الكانال دي هتتقسم بمخدتين، مخده يعني كوشن، فهنستخدم واحنا هنا في الاندوكارديوم ده اللي هو اللايننج ايبيثيليوم اللي جوه ده بنسميه اندوكارديوم، فمخده من الاندوكارديوم فبنسميها اندوكارديال كوشنز. هما اتنين، واحده بنسميها سوبيرور وانفيرور اندوكارديال كوشنز يعني من قدام ورا كده بينلارج و تراي تو ميت ايتش اذر ان ذا ميديان بلين لغايه ما فعلا بينجحوا ان هم يعملوا سنجل سيبتوم بنسميه سيبتوم انترميديوم. ده بين الاتريا والبريميتيف اتريا والبريميتيف فينتريكل فبنسميه اتريو فينتريكولار سيبتوم، اتريو فينتريكولار سيبتوم. المهم جدا في تصور السيبتوم ده ان انا ما تخيلوش حته كده جاست ان تو بلينز يعني مسطح كده، لا ده هو الحقيقه الاتريو فينتريكولار كانال دي احنا مسمينها كانال حتى ما سميناهاش حاجه جروف او واتيفر، لا يعني سميناها كانال يعني تدل على ان لها عمق، وهي فعلا كده يعني هي لازم تتخيلها ان هي اسطوانه الاتريو فينتريكولار كانال اسطوانه من ناحيه في البريميتيف اتريوم ومن ناحيه في البريميتيف فينتريكل. وادي الاتريو فينتريكولار كانال هتتقسم باتريو فينتريكولار سيبتوم الى جزئين. طب ولانها اسطوانه فلازم انا اتخيل انه 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 هتعمل لي ايه، اسميت لي الاسطوانه دي اسميت لي السيبتوم اسم لي الاسطوانه الى رايت اتريو فينتريكولار كانال وليفت اتريو فينتريكولار كانال، وكل ناحيه هتتقسم الى ثلاث اجزاء ابر بارت وميدل بارت ولور بارت. طيب الكلام نفسه على الرايت سايد مثلا، الرايت سايد الابر بارت هيشارك في الاتريا هيدخل كجزء من تكوين الاتريا، والميدل بارت هيبقى هو في الرايت سايد التراكاسبيد فالف هيكون التراكاسبيد، واللور بارت هيدخل في تكوين الفنتريكل جزء من الفنتريكل جزء من الانفلو بتاع الفنتريكل بتاع الرايت فنتريكل. طب المقابل نفس الكلام، الابر بارت اوف ريفت اتريو فنتريكولار كانال هتشارك في تكوين الليفت اتريوم، واللي في الوسط هتشارك في تكوين الميترال فالف، واللي تحت هتشارك في تكوين الانفلو بارت اوف ذا ليفت فنتريكل. طب السيبتم نفسه، السيبتم في الجزء اللي فوق هيشارك في تكوين الانتر اتريال سيبتم اللي يقسم بين التو اتريوم، هو جزء منه مشارك في التو اتريوم من الكافيتي، وتحت هيشارك في تكوين التو فنتريكلز. فالسيبتم هيبقى جزء من ميمبرانس بارت اوف انتر فنتريكولار سيبتم اللي هيفصل ما بين جزء من تو فنتريكلز هيشارك في تكوين الانتر فنتريكولار سيبتم. طب الجزء اللي في النص
هيبقى separating التريكاسبيد فالف from the mitral valve. طب هل في مشاكل في قصة ال development of atrial ventricular canal؟ طبعا انا بقول بسرعة لان حضرتك ممكن ترجع وتسمع اكتر من مرة، انما لو الكلام ماشي وان شاء الله يكون ماشي فاستمر عشان تجمع المعلومة. هل في مشاكل في الـ في الـ في الديفلوبمنت؟ اه طبعا في مشاكل كتيرة، هنختار منهم اتنين كبار مهمين قوي. في قاعدة ان لما يكون في الديفلوبمنت مادام في سيبتم هيطلع او في ستراكشر هيظهر، بنفترض انه ما ظهرش، ودي حالة موجودة ما ظهرش، كل ما يتعلق بتكوين الاتريفنتريكولار سيبتم ما تكونش، الكوشنز ما طلعتش كويس او ما طلعتش خالص، وبالتالي فلا تكون سيبتم انترميديوم ولا عندي شارك في الجزء بتاع الانتر اتريال سيبتم فوق ولا الجزء بتاع الانتر فنتريكولار سيبتم تحت، وبقى في حاجه اسمها كومن اتريال فنتريكولار كانال، بيتنت اتريال فنتريكولار كانال، كومن انتر فنتريكولار كانال سميها اسم، ده يدل على ان ظلت على وضعها وهي اصبحت قناه مشتركه بين التو اتريا والتو فنتريكلز. وفي الحاله دي ادي الرايت اتريوم بيستقبل الفينس في الادلت بعد الولاده، بيستقبل الفينس ريتيرن، والليفت اتريوم بيستقبل الاكسجينيتد بلاد اللي جاي من الفور بالمونري فينز، يتقابلوا مع بعض ويختلطوا وينزلوا التو فنتريكلز مع بعض ويتوزعوا بقى على البالمونري والاورتك والاورتا مع بعض. يبقى اذا كل الجسم لما بيجي يطلع الدم هيبقى زي بعضه، اللي طالع في الاورتا زي اللي طالع في البالمونري، ميكسد بلاد. يبقى الحاله دي بتبقى فيها ساينوزس. يعني ايه ساينوزس؟ يعني الدم الماشي في الشرايين نسبه الاكسجين فيه قليله لان اختلط معاه دم غير مؤكسد اللي هو جاي من الفينوس ريتشر، طبعا اختلط هنا. فده لاي حاله هنشوفها وهنشوف حالات كتيره، اي حاله بنجد ان اختلط فيها الدم الوريدي على الشرياني وتوزع مع الدم الشرياني، يبقى يعني الارتيريال بلاد تم اضافه اليه جزء من الفينوس بلاد، يبقى سينوز، يبقى هيبقى في نوع من السنترال سينوزس، يعني الطفل ده هيبان انه في زرقان في جسمه، في زرقان في شفايفه، في زرقان في لما بتكشف على المواضع اللي هاو تو ديتكت السينوزس هتلاقيه موجوده، واشهرها بتبقى الشفايف والاصابع اطراف الاصابع الى اخره. في طب العكس بقى، طبعا اشهر حاجه الشفايف في السنترال سينوس. الترايكاسبيد اتريزي حاله من الحالات الثانيه، يعني انا كان عندي هنا لما كنا بنقول سيبتوم انترميديوم كان في عندي الرايت اتريو فنتريكولار كانال ومكانها هنا الترايكاسبيد فالف. طب افترضوا ان السيبتوم ده جار على الترايكاسبيد اريا، جاي على الترايكاسبيد فالف وقفلها خالص، ما عنديش الرايت اتريو فنتريكولار كانال ما اتفتحتش كويس، اتقفلت خالص، السيبتوم ده كمل كده وراح قافلها، بنسميها ترايكاسبيد اتريزيا. ترايكاسبيد اتريزيا يعني الطفل لما يتولد الفينوس ريتيرن من السوبيرو انفيرورنا كافا يدخل الهارت، الرايت اتريوم هنا يجي يعدي للرايت فنتريكل، السكه مقفوله. طيب الحاله دي بتتعالج ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى من حكمته عشان الطفل ده ممكن يستمر ويعيش، ان يظل في ثقب بين الاذينين وثقب بين المطينين، فالدم يلف عشان هو عايز يوصل للبالمونري ترانك، عشان ده هدفه من لما وصل للرايت اتريوم، عايز يوصل للبالمونري ترانك، والسكه مقفوله المباشره. طب خلاص هنضطر نروح عن طريق راس الرجاء الصالح، يعني ايه؟ يعني هنلف فروم رايت اتريوم ليفت اتريوم ثرو انتر اتريال سيبتال ديفكت، اتريال سيبتال ديفكت، رحنا للليفت، نزلنا للرايت، نزلنا للليفت فنتركل، يبقى الليفت فنتركل في الحاله دي مستقبل دم زياده، مستقبل بتاع الليفت اتريوم ومستقبل بتاع الرايت اتريوم في نفس الوقت، عشان كده هيبقى هايبرتروفيد، يبقى معايا ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، وبعدين الدم يندفع او يمر في الثقب بين البطينين فنتريكولار سيبتال ديفكت، يوصل للرايت فنتريكل. الرايت فنتريكل في الحاله دي بيبقى هايبوبلاستيك لانه المفروض كميه الدم اللي هيستقبلها اقل من اللي كانت هتجيله مباشر،
ثم بعد كده لما بيجي يبص يلاقي قدامه كمان البلمونري اللي يجي يطلع في البلمونري ارتري، يبقى عندي بلمونري ارتري ستينوزس، بلمونري ارتري ستينوزس، يعني في ضيق في دخول الدم للبلمونري ارتري كمان. ويختتم الحالات بانه في بيبقى اثناء الجنين زي ما هنشوف لما نيجي ندرسها، بيبقى في شانل ما بين الاورطه والبلمونري ترانك بنسميها داكتس ارتريوزس، المفروض بعد الولاده بتختفي، لها دور اثناء الانتراوتراين، المفروض بعد الولاده مش بتختفي، بتحصل لها فيبروزس، انما في الحاله دي بيرزست بيتا داكتس ارتريوزس ويل بيرزست. يبقى عشان الخطا او القدر الله سبحانه وتعالى ان الكلوجر اوف ذيس ترايكاسبيد فالف او ترايكاسبيد اتريزيا، في مقابله حصل ست حاجات: الدم اللي هم اتريال سيبتال ديفكت، ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، فنتريكولار سيبتال ديفكت، رايت فنتريكولار هايبوبليزيا، بالموراري ستينوزس، ثم بيتا داكتس ارتريوزس. يبقى ده الكونجنتال انومالي، دول الست حاجات دول اسوشيتد مع حاله تراكاسبيد اتريزيا عشان الدوره الدمويه تشتغل. في حاجه اسمها بلاد ويل فايند اتس واي، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل له ممر بطريقه او باخرى عشان الحياه تستمر بفضل الله. طبعا ده هيروح يعمل اوبرتيف طبعا بعد الولاده ان شاء الله لو ايه في سنتر كويس. طيب نروح بقى نرجع تاني، عايزين نروح للاتريا. الاتريا كانت سنجل شيمبر، يعني عايزين، ما ينفعش يفضل سنجل شيمبر، لازم يتقسم عشان يبقى رايت اتريا وليفت اتريا. فانا عندي هنا اخر حاجه كنت اعرفها ان في سيبتوم ظهر ما بين الاتريا والفنتريكل، سميناه سيبتوم انترميديوم، وكان لسه سنجل شيمبر. ايه اللي هيحصل عشان يحصل، ازاي بقى السنجل شيمبر ده هيتحول لرايت اتريوم وليفت اتريوم؟ البريميتيف اتريوم ده from the roof of the primitive common atrium a septum descend toward the septum intermedium and this septum، ده السبتم الاولاني فهنسميه سبتم بريمم. السبتم بريمم ده عايز يوصل لمين؟ للسبتم انترميديوم. بس في قاعده بتقول لي ان لابد من الرايت سايد للليفت سايد اوف ذا اتريا يظل في كوميونيكيشن ما بينهم، وهنعرف لاسبابها ايه طوال فتره الايه الحمل لغايه ما يتولد الطفل. طول ما هو انتروتراين لازم يبقى فيه سام سورت اوف باسج ما بين الرايت والليفت، فما ينفعش نقفل ده تماما واعزل الاثنين عن بعض. فمن حكمه ربنا ان بيفور الكلوجر بين السبتوم بريمم والسبتوم انترميديوم بيظهر في الابر بارت اباوت فورامين اباوت اوستيوم، هنسميه اوستيوم سيكوندوم، فورامين سيكوندوم او اوستيوم سيكوندوم. اهو يبدا كده شويه سمول فورامينا تتجمع تعمل لي سنجل فورام. يبقى بيفور كلوجر اوف سبتوم بريمم وذ بيفور كلوجر اوف فورامين بريمم ثرو فيوجن اوف ذا سبتوم بريمم وذ سبتوم انترميديوم another foramen another ostium appear in the upper part of the septum primum will called foramen secundum or ostium secundum. foramen او ostium بمعنى واحد. طيب ايه اللي يتم بعد كده؟ another septum will appear on the right side of the septum primum برضو نازل from the roof of the common atrium وهنسميه septum secundum. septum secundum on the right side of the septum primum. ينزل لغاية فين؟ ينزل لغاية to cover the upper edge of the septum primum، يعني يغطي كل الاوستيوم primum، يغطي كل الفتحة دي. طيب وبعد كده بعد ما غطاها البلد هيستمر يمر في الباسج ده، يعني الدم هيبقى جاي من الرايت في الرايت اتريوم سرو مثلا انفيرور فينا كيفا زي ما هنشوف، يقوم زائق، هو بيبقى مندفع فهيقوم زائق، ده هيبقى زي الصفيحه كده واقفه واي حاجه تزقها تفتح وتوسع شويه وتعدي وتقوم هي راجعه تاني في مكانها، وده برده نازل من تحت كده وايه وواقف. فالدم هيعدي ازاي؟ هيعدي from the lower border of free edge of the septum secundum and on the upper part upper free border of the septum بريمم، يعني يعدي من تحت السبتم سكوندوم ويعدي من فوق السبتم بريمم في المنطقه اللي اسمها فورامين سكوندوم.
طيب المجرى ده بنسميه فورامين اوفال، يعني الفورامين اوفال ما هوش ثقب، الفورامين اوفال باسج بيلو اللور فري ايدج اوف فورام سيبتم سكوندم والابر فري ايدج اوف سيبتم بريما. الحاجه الثانيه اللي لازم نعرفها لما نبص هنا، كاني انا واقف من في الرايت اتريوم او في الرايت هاف اوف ذا كومن اتريوم، يعني هقف هنا وهبص بعيني كده عشان اشوف ايه، عشان اشوف نفهم ان السيبتم بريمم ده ما هوش نازل زي جدار كده من فوق لتحت، او زي عفوا الساق بتاع المحلات اللي بتنزل كده مستطيله، لا ده هو سيكل شيب وعايز يوصل ادي التو هورنز او تو كوشنز الاندوكارديال كوشنز اللي هيعملوا سيبتم انترميديم، نازل عشان ايه كل هورن من دول نازل بتو هورنز كده، ده يقابل السوبيرور وده يقابل الانفيرور هورن اوف سيبتم انترميديم، وبعدين قبل ما يلحم بيبقى كده ظهر الايه الاوستيوم سيكوندوم، يعني ده الاوستيوم بريمم او سيبتم بريمم في اللور ناحيه اللور بارت اوف سيبتم بريمم، وظهر هنا او قبل ما يقفل الايه الاوستيوم او الفورامين سيكوندوم في الابر بارت اوف سيبتم بريمم برضه، يعني الفورامين بريمم في اللور بارت اوف سيبتم بريمم والفورامين سيكوندوم في الابر بارت اوف سيبتم بريمم، ودي من اشهر الغلطات. بعد كده عمل الاوبننج اهو كامله، السمول دول فورامين هيتحدوا وبعدين ينزل كسيبتم سيكوندوم اون ذا رايت سايد اوف ذا سيبتم بريمم، يغطي الابر بارت اوف ذا يغطي كل الابر ايدج اوف ذا سيبتم بريمم، يعني غطى اللور end of the foramen primum، عشان كده عشان الدم يجي ينزل من تحت الفري ايدج بتاع السيبتم سيكوندوم وفوق الفري ايدج اوف سيبتم بريمم زي ما شرحنا على المنظر ده، وادي الباسج ده اللي هنسميه فورامين اوفال. لما حضرتك بتفتح الاناتومي بتفتح الرايت اتريوم وبتبص على الانتر اتريال سيبتم بتبص للمنظر ده، بتبص تلاقي فيه ديبريشن وحواليه ايدج شارب فري ايدج، الديبريشن ده اللي هو السيبتم بريمم من والفري ايدج ده اللي هو الفري كريسنتك بوردر اوف سيبتم سيكوندم فده بنسميه يقول لك ده الفوسا اوفال which is the depression formed by the septum بريمم and الايدج اللي حواليه بنسميه limbus fossa ovalis او limbus ovalis وده اللور فري ايدج lower precrescentic edge of the septum secondum. طيب هل في anomalies مرتبطة بالقصة دي؟ في anomalies. ايه هي؟ ان عندي الانوماليز حاجة اسمها ASCD، بس ده له صور كتيرة، يعني كلمة ASCD عنوان كبير لان في ثقب ما بين الاذينين. طب ممكن احتمالاته ايه؟ احتمالاته ان ما حصلش خالص، برضو حاجة جت تتكون ما تكونتش، يعني ما ظهرش خالص لسيبتم بريمم ولا سيبتم سيكوندوم ولا اي حاجه من الحاجات دي. ففي الحالات دي بيسموا الكيس الصعبه دي ترايلوكولار باي فنتريكولار، يعني بيقول لك القلب اصبح ثلاثي شرفات مش ثنائي شرفات ومش رباعي شرفات وفي منه اثنين فنتر، يبقى واحد كومان اتريوم يسموها ترايلوكولار باي فنتريكولار. طبعا حاله صعبه جدا وان كانت نادره بنقولها بس عشان ترتيب الاحداث. طب الاحتمال التاني ايه؟ الاحتمال التاني السيبتم بريمم يطلع بس ما يتكونش الفورامين بريمم، لما يتكون ما قفلش السيبتم بريمم وضيع الفورامين بريمم، لا التكوين استمر مثلا السيبتم سكوندوم ماشي وكل حاجه ممكن، انما المشكله الاساسيه ان انا عندي هنا الفورامين بريمم استمر، ما الفورامين بريمم ما راحش، فنسميها اوستيوم بريمم ديفكت. تبص تلاقي مكانه بيبقى تحت السيبتم بريمم او تحت يعني انتر اتريال سيبتم وقريب من الاتريو فنتريكولار سيبتم. الحاله الثالثه ان العكس بقى، الاوستيوم سيكوندم هو اللي موجود، يعني ايه؟ يعني الاوستيوم سيكوندم ده اما الفورامين سيكوندم اتكون كبير قوي عن المتوقع او السيبتم سيكوندم الشورتر ذان شود بي، يعني برضو تكون قصير عن مكان متوقع، فيبدا فينا فتحه، يعني لما يجوا يقفلوا على بعض ما يقفلوش هم هيقفلوا ازاي؟ المفروض بيقفلوا بعد الولاده ان البريشر في الليفت اتريوم
هيزيد عن البريشر في الليفت فنتركل، فالمفروض يزق عليه ويقفله ويبقى يتكونوا ويختلطوا مع بعض، ويبقى في الاول الفسيولوجيكال كلوجر، وبعد كده يبقى بيرمننت اناتوميكال كلوجر، يحصل فايبروز ويحصل التحام نهائي تام. انما ما بيمشي كل الكلام ده ما هيحصلش، يعني الكلام ده كان المفروض نقوله هنا ان ده بيحصل ايه لما بيحصل هنا بعد الولاده، البريشر هنا هيزيد هيزق على السيبتوم سكوندوم، يزق على يلزق في السيبتوم بريمم فيسيولوجيكال عشان فرق الضغط بين هنا اعلى، وبعد كده خلال عده اسابيع بيبقى فيه التحام اناتوميكال بقى خلاص وانس، وما يسيبوا بقى المنظر ده اللي بيمثل ايه السيبتوم بريمم والفري ايدج اوف سيبتوم سكوند. الكلام ده هنا لما جم يعملوا كده كان المسافه بعيده، ما لحموش مع بعض، لان دي الفورم ده كبير قوي او السيبتوم ده صغير قوي، ففي الحاله دي يظل حاجه باسج ده موجود نسميه اوستيوم سكوندوم ديفكت، يبقى هو كان من فوق غير ده اللي كان تحت، الاوستيوم بريمم ديفكت كان فوق كان تحت وده السيبتوم بريمم كان فوق. طب افرض كل حاجه مقاسها كويس والسيبتوم بريمم مقاسه كويس والسكوندوم مقاسه كويس واتولد الطفل كده وكان المفروض والضغط هنا علا مع بدايه الريسبيراتوري سايكل، انما اللي حصل لسبب ما حصلش فيوجن وظل الباسج ده موجود وظل الباسج ده بس رفيع قوي، يعني ما حصلش كومبليت كلوجر، يظل حاجه بسيطه خالص يقول لك تدخل التيب اوف يور بروب، يعني لو في ايدك بروب كده من اللي بيدخلوه في فرم صغير جدا فيظل يعني يقول لك the tip of this probe can be put in this passage، فيسموا دي ايه probatency فرم اوفالي. probatency احنا قلنا الفرم الاوفالي هو الباسج، فالباسج ده مازال ما اتقفلش خالص ومعدي لي التيب بتاع البروب بتاعك فيسموها probatency فرم اوفالي. طب دي تحتاج عمليه سريعه او علاج حاسم؟ لا تحتاج اي شيء، ويستحب انك ما تقولش الاهل المريض عليها، وخاصة لو حبايبنا في الارياف او القرى او كده اللي هيقلق جدا، هتقول له ايه ابنك عنده ثقب في القلب ولا بنتك عندها ثقب في القلب؟ حرام. ليه بقى؟ لان حضراتكم لو 1000 واحد في المدرج 250 واحد منكم ممكن انا اكون معاكم، كلنا عندنا الايه الثقب الصغير ده اللي ليس له اي قيمة ولا اي سيجنيفيكانس. اقصى حاجة بعض الناس اللي بتهتم بزيادة يقول لك يو شود ريبورت ات اند في الفولو اب تتابعه بس ولا اي شيء، غالبا ان شاء الله مش مرتبط باي حاجه. فنصيحه ما تقولش لاي حد لما تلاقيه، اكتبه في الريبورت عندك نوت، انما ما تقول لهمش عشان ما يلاقوش لانه ملوش قيمه، وده فيري كومن، يعني اقرب انه يكون كومن فاريشن، ربع الناس في العالم عندها الثقب ده بروبيتنسي فروم نوفل. طيب في حاجه بقى العكس، انه كل حاجه اتكونت صح بس دول ما استنوش بعد الولاده وراحوا قافلين اتلزقوا مع بعض وفيوزد وقفلوا ما بين رايت وليفت بعد الولاده قبل الولاده في الانتراتراين لايف، واحنا قلنا ده ممنوع، ده المفروض محتاجين الباسج ده طول عمرنا في الانتراتراين لايف، مش هيحصل في المرحله دي. انما ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان انا في الحاله دي عزلت التو اتي عن بعضها، it is a very critical case usually the infant may die يا اما انتراتراين او ايرلي بوستنيتال، يعني هيموت وهو انتراتراين او هيموت بعد الولاده بفتره بسيطه جدا ساعات او ايام الا ان شاء الله، يعني يبقى حاله فيري سيفير. دول الخمس حالات اهم، الترايلوكولار باي فنتريكولار، وكلمه عن كل واحده، اوستيوم بريمم ديفكت، اوستيوم سكوندوم ديفكت، بروبيتنسي فروم اوفال، بريماتشور كلوجر او فروم اوفال انتراتراين. طب بنعالج الكلام ده ازاي؟ والله بيقول لك احنا بندخل كاثيتر، غالبا بيدخلوها من الرايت راديال فين، ويقوم داخلين بقى لغايه ما يوصلوا للسبكليفيان فين والرايت بريكوسفاليك سوبروفين كيفا، يدخلوا الرايت اتريوم ويعدوه في الديفكت بتاع الانتر راتيال سيبتوم ديفكت، ويقوم معدي للليفت اتريوم ويقوم فاتح الفريره دي، هو بيفتح شبكه معدن بيقدر يفتحها بيتحكم فيها في انها تظهر وتفتح هنا، ويقوم شددها على الليفت سايد اوف دي ديفكت ويقوم معدي، وبعد ما يعدي عنده امكانيه انه يقوم فاتح شبكه ثانيه من الرايت سايد
زي ما احنا شايفين كده، وهيربط بينهم في بريمة بتربط بينهم، وبعدين يفك هو الكاتيتر بتاعته ويخرج بالسلامة. very simple operative، طبعا كله تحت اندر سكرين، وعملية من عمليات الجميلة جدا جدا. دي كلوزد هارت سيرجري، مش حتى مش يعني ايه مش حتى كلوز هارت، دي جاست ان هي ثرو كاتيتر اندر سكرين، فمن الحاجات الجميلة جدا. احيانا يقول لك طيب what are the embryological origin of the two atria، احنا تقريبا قلناهم. لو قلت لك الاتريا الرايت اتريا اتكونت من ايه، هتقول لي والله كان عندي الرايت الابر بارت اوف رايت اتريا فنتريكولار كانال، وكان عندي بريميتيف اتريا تقريبا عامل لي هو الرايت اوريكل، والباقي بقى كله الابزوربت بارت، الجزء الازرق ده الابزوربت بارت من الرايت هورن اوف ساينس فينوزس اللي هو عامل لي ساينس فينير، يبقى ثلاثه اوريجنز. الليفت برضو جاي من ثلاثه اوريجنز، اثنين مش زي بعض بالظبط، اللي هم برضو الابر بارت اوف ليفت اتريو فينتريكولار كانال، ثم الليفت هاف اوف كومن اتريوم هيعمل لي الليفت اوريكل، والجزء الاحمر ده يماثل الجزء الازرق ده. طب ده جاي منين؟ ده جاي من الابزوربت كومن بالمونري فين. يعني ايه انا مش عندي فور بالمونري فينز؟ بس هما في الاول ما كانوش فور، كانوا سنجل، والسنجل ده ادى تو ديفيجنز، وكل ديفيجن ادى اتنين، فده تدريجيا كل دول هيقعدوا جيت ابزوربت في البوستيرور اسبكت اوف ليفت اتريا، ويعملوا لي جزء كده انكلودد في الليفت اتريوم. عندي ثلاثه اوريجنز للرايت وثلاثه اوريجنز للليفت، ويعني يقدروا يقارنوا ببعض. فدي موضع ام سي كيوز وموضع شورت معلومه صغيره. اخر حاجه نقولها النهارده ان شاء الله كلمه كده عن نشوف بقى الجزء بتاع الفنتريكل ده طلع ازاي. بس برضو عشان نقول الفنتريكل لازم ابدا بالبلبر كوردز، زي ما برضو لما جيت بعد الساينس فينوزس بدات بالاتريو فنتريكولار كانال. ايه البلبس كوردز دي؟ البلبس كوردز بتفكرني بالاتريو فنتريكولار كانال، ان هي برضو كانال بتربط ما بين البريميتيف فنتريكل والبلبس كوردز. عفوا البلبس كوردز بتفكرني بالاتريو فنتريكولار كانال من حيث انها شكلها اسطواني وبتتقسم الى 3 بارتس، هنشوفهم دلوقتي. ادي شكل البلبس كوردز ان هو 3 بارتس، وهيظهر برضو زي يعني زي المخدات اللي كان بتقسم لي كده الاتريو فنتريكولار كانال، هيظهر لي هنا بلبر كوشنز، هتقسم لي البلبر البلبس كوردز دي لقسمين، يعني بلبر ريدجز كده بتعمل لي بلبر كوشنز، وتقوم تقابل بعض وتعمل لي بلبر سيبتوم، والبلبر سيبتوم ده يقسم لي البلبر كوردز لجزئين، وكل جزء يتقسم ثلاث حاجات. بنقول البروكسيمال بيبقى هيعمل لي يشارك في تكوين الجزء من الانفلو بارت اوف ايتش فنتركل، والميدل بيشارك لوحده او بيكون لوحده الاوت فلو سموس بارت اوف ايتش فنتركل على الرايت وعلى الليفت، والديستال بارت الجزء الثالث بيكون البالمونري ترانك او البالمونري فالف على الرايت سايد والاورتيك فالف على الليفت سايد. يبقى هما يعني كل البالبس كوردس ده هو الاساس في تكوين الفنتركل. البريميتيف فنتركل دي هتتكون جزء صغير من الايه الانفلو بارت بتاع الفنتركل كله، والباقي الشغل كله على البالبس كوردس. يبقى اهو طبعا احنا ازاي علاقه يعني العمليه سهله كده، ما هيحصل انثناءات زي ما احنا شايفين عشان يتكون الهارت، فالبالبس كوردس هتكون ثلاث حاجات في النهايه، يعني هتنتني وتكون ثلاث حاجات. جزء البروكسيمال بتاعها هيكون شارك في الانفلو بارت مع البريميتيف فنتركل، يعملوا يشاركوا في تكوين الانفلو راف بارت من الفنتركل، وجزء يطلع فوق هو لوحده يكون الاوت فلو سموث بارت، والجزء الثالث الديستال هيكون لي الميترال فالف البالمونري فالف. وعلى الناحيه الثانيه العكس بالعكس، يشارك في الانفلو ثم يكون لوحده الاوت فلو ثم يعمل لي الاورتيك. يبقى ده حته جميله جدا وحاجه اسم جديد ما سمعناش عنه، وعشان كده موضوع سؤال. طب امال الفنتركل بقى يتكون ازاي؟ نعرف الانتر فنتركلر سيبتوم الاول، اسهل كتير جدا من الاتريا.
الفنتركل كان كومن كومن برضو فنتركل، وطلع من تحت بقى من الفلور، من الفلور بتاعه سيبتم، الماسكولار بارت اوف انتر اتريال سيبتم، الانتر فنتركل سيبتم. انتر فنتركل سيبتم مكون من جزئين، الجزء اللي تحت بيبقى ماسكولار وده طالع من الفلور بتاع الكومن فنتركل، ماسكولار بارت اوف الكومن فنتركل، وبعدين يجي عايز يوصل برضو للسيبتم انترميديم بس يقف اهو، سيبتم انترميديت اهو يقف ما يقدرش ايه يقفله. امال هيتقفل ازاي؟ هيتقفل بثلاث حاجات، احنا قلنا قبل كده واحده منهم لما جينا للسيبتم انترميديم، قلنا بيشارك حته من فوق في الانتر اتريال سيبتم وحته من تحت في الممبرانس بارت اوف انتر فنتركل سيبتم، فينزل جزء منه يعمل لي انتر فنتركل سيبتم الممبرانس بارت لوحده. لا، ما انا من شويه كنت قلت في حاجه اسمها البالبر كوردس وفي بالبر ريدجز، فالبالبر ريدجز رايت وليفت بالبر ريدجز برضو بيدوني جزئين كده يشاركوا في تكوين الجزء الممبرانس بارت. يعني الجزء الممبرانس بارت ده جاي من ثلاثه اوريجن، من اللور بارت اوف سيبتوم انترميديوم وتو رايت وليفت بالبر ريدجز، وعشان يعمل وعشان كده كومبليكيتد ستراكشر والكونجينيتال انومس فيه كتير، الديفكت فيه كتير، وهنسميه فنتركلر سيبتال ديفكت، فنتركلر سيبتال ديفكت. والفنتركلر سيبتال ديفكت very common في الـ في الـ في الـ في الممبرانس بارت، وقليل قوي لو حصل شفته في الماسكولار بارت. وليفل ممبرانس طبعا يعني ليثيك، وفي نفس الوقت كومبليكيتد اوريجن من ثلاث حاجات، فسهل انه يحصل فيه كونجنيتال انوميلي ديفكت. وعشان كده هو الموست كومن في اس دي، الفنتريكولار سيبتال ديفكت هو الموست كومن حاجه اسمها نون سيانوتيك هارت ديزيز، لانه هو الدم عشان هنا عالي فبيروح الارتيريال هولو بيروح على الفينس، الا الغالب ان هو الارتيريال بيروح على الفينس، فما بيجيش حاجه من الفينس على الارتيريال وتتوزع مع الاورطه، فما بيبقاش في ساينوزس، ما فيش دم ازرق، احنا الدم المؤكسد هو اللي بيروح للايه للناحيه الثانيه. يبقى ده ازاي الانترفنتريكولار سيبتوم اتكون، وسواء الماسكولار بارت او الممبرانس بارت. وده طيب في اخر كلمه بقى الامبريولوجيكال اورجن اوف فنتريكل، احنا قلناها ان بنقولها في كلمتين، كل فنتريكل له انفلو اوت فلو، الانفلو مكون من جزئين، جزء من البريماتيف اتريوم والجزء الثاني من البروكسيمال بارت اوف بالباس كوردس، والاوت فلو كله معمول بالبالباس كوردس. كده احنا خلصنا، وده السمري بتاعنا، راجعوه بسهوله. احنا معتمدين على الفايف تشامبر بدانا نشرحهم، ومعتمدين على ان في حاجات زي الاتريا لازم تتقسم لرايت وليفت، الفنتركل لازم يتقسم لرايت وليفت، البالباس كوردز لازم يتقسم لرايت وليفت، الاتريا فنتركلر كانال بتتقسم بسبتم، والسبتم له تلات اجزاء، والرايت وليفت اتريا فنتركلر كانال هيبقى لها تدخل في تلات اجزاء، البالباس كوردز برضه هيتقسم ويبقى تلات اجزاء بروكسيمال وميدل وديستال. دي السمري بتاعنا عشان سهل. في number of evaluation questions اتمنى ان حضراتكم تراجعوها، خدوا وقتكم في انكم تراجعوها وتحلوها، وان شاء الله هيبقى سهل جدا انكم تتعرفوا عليها. ودي مجرد تتعرفوا اسم الحلقه ايه، نيم كيس بس. ودي some reference ارحب ان حضراتكم تستفيدوا بيها، ممتازه جدا جدا، ولاحقا ان شاء الله هنقول لكم more reference في الامبريولوجي. شكرا، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.